الثقافي بقى، يعني احنا طبعا بنعمل دور برضو، ده منتدى السوق القديم، منطقه محترمه وجميله والسياح بيعشقوها، فاحنا يعني بالتعاون مع وزاره الثقافه نجحنا ان احنا نجيب فرقه بورسعيد وفرقه اسماعيليه، وانا معاك دلوقتي فرقه اسماعيليه بتعرض في مكان تاني في شرم الشيخ، جماهير كثيره وعندنا شباب دلوقتي فتره الليل دي او النايت لايف بيحبوا ان هم يجوا يتحركوا ويروحوا ريستورانات هنا، يجي ياكلوا يجي يقعدوا يجي يشاهدوا مثل هذه الانواع من الثقافات او الفلكلور المصري الجميل. النهارده مع التعاون مع وزاره الثقافه بنحاول نوصل الفن المصري والثقافة المصرية لشباب العالم اللي هم جايين يحضروا المؤتمر المنتدى لشباب العالم، وبنحاول نوصل لهم الفن المصري بجميع أشكاله وجوانبه، وفي الآخر دول المؤتمر بالنسبة لنا بيساعدنا في السياحة هنا في شرم الشيخ. العالم بيتعرف على هويتنا وعلى الفن بتاعنا، بنحاول نعيد الثقافة المصرية والهوية المصرية والفن المصري، دي رسالة للعالم من مدينة السلام من شرم الشيخ. وفود 164 دولة بيشاركوا، أحداث كتيرة، العالم بيقرب منا وبنقرب من العالم وبنعرف العالم إن البلد إن شاء الله مستقرة وآمنة. الاحتفالية جميلة جدا، والمكان اللي احنا فيه تحفة جدا، والناس والفنون والمحافظ مشرفنا، يعني بجد حاجة جميلة قوي. من زمان من مدة طويلة ما شفناش عروض حلوة كده وأجواء جميلة وفرحة وناس موجودة، وفي روح رجعت في شرم الشيخ فعلا النهارده.